السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. من بعد انقطاع الطويل عن الوصفات التجميلية رجعت لكم ليها، واليوم رجعت لكم بواحد الوصفة اللي هي سهلة جدا، وصفة اللي ما فيهاش بزاف ديال المكونات، فيها مكون واحد فقط. هاد مكون عنده واحد الفوائد كتيرة كتيرة بالنسبة للوجه، بالنسبة للشعر. اليوم جبت لكم هاد الفائدة. اذا الوصفه اللي جبت لكم اليوم هي وصفه قشور البطاطا، نسخه رخيصه بزاف في المتناول. كل ما قشرتي البطاطا كل ما حيد ديك القشور ديالها، ما ترميهمش بعد اليوم، ما تقشر منهم. اذا الفوائد ديالهم ديال الوصفه اليوم هو قشر البطاطا، الكميه اللي كانت عندك كنديروها في واحد القدر، كنديروا عليه الماء غليان وكنعملوها واحد 30 دقيقه تغلى كذلك مع القشر، ومن بعدها سوف نرى كيف سيصير الماء مع البطاطا. هذا الماء سيكون فيه نشا كثير، غني بالنشا، غني بفيتامينات كثيرة. البطاطا عندها أهمية كثيرة بالنسبة للصحة ديالنا وبالنسبة للجمال أيضا. كنعرفوا أنها كتكون موجودة في كل بيت مغربي. من بعد 30 دقيقة من بعد ما غلت لينا البطاطا مزيان، كنشوفوها على هذا الشكل هذا، حتى كيوصل الماء لدرجه الغليان. اذا هذا هو الماء ديال البطاطا ديالنا، كنشوف اللون ديالو رجع اصفر، ودابا غادي نصفيوه بهذه الطريقه هذه. وغادي نخليوه في شي بلاصه. اذا هذا هو اللون ديال الماء ديالنا، الماء ديال قشور البطاطا اللي غلا. اذا كنشوفوا كيف تحول اللون الى اصفر. هذا الماء غادي نخليوه يبرد حتى اقصى درجه، يعني نخليوه يكون بديك بحال درجه الحراره ديال الجسم 37 درجه، يعني نكون نقدروا اننا نديروه في شعرنا. اذا الطريقه ديالو هو كنطبقوه في شعرنا، يا اما كنوضعوه في زجاجه اللي فيها الرشاش اللي كنديروا بها الماء على الشعر، او كنديروه بحال الصبغه، كنديروه بالشيته، او كديروه بطريقه عاديه غير بيدكم، كنشلو شعرنا به. من بعد قبل ما كنعملوا الغسله الاخيره كنشدوا به شعرنا وكنخليوه واحد النصف ساعه، يعني شعرنا يكون نقي، شعرنا نكونوا غسلناه. وغادي نعملوه على شعرنا اللي غادي يكون ناشف، يعني يكون شعرنا مغسول، يعني نقي، يعني يكون مغسول بالنهار قبل الغدا ديالو. غادي نديرو هاد الماء، نطبقوه ورشو به شعرنا مزيان، يا اما نرشوه بالرشاشه يا اما نديروه بيدنا، المهم بالطريقه اللي كتساعدكم. غنشطفو به الشعر ديالنا ملي غيبرد، غنخليوه 30 دقيقه. من بعد كنغسلو شعرنا عادي، ولكن واحد الحاجه ما كنغسلوهش بالشامبو، كنغسلوه شعرنا عادي غير بالماء. اذا فوقاش كنغسلو شعرنا؟ كنغسلوه حتى لغد ليه. بالصحة والراحة، كنتمنى الوصفة تكون عجبتكم، كنتمنى الوصفة تفيدكم إن شاء الله. راه وداعا إلى الشيب، وداعا بلا مواد كيماوية، بلا صبغات، بلا أي شيء. بالصحة والراحة، كنتمنى الوصفة تكون عجبتكم، كنتمنى الوصفة تفيدكم إن شاء الله. راه وداعا إلى الشيب، وداعا بلا مواد كيماوية، بلا صبغات، بلا أي شيء. للحصول على لون بني غامق خاصكم تعاودوا الوصفة أسبوعيا، هو كيقوم أيضا بصباغة الشعر باللون البني. بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء أيضا، كنتمنى لكم حياة سعيدة، كنتمنى لكم تعجبكم الوصفة ديالي، وكنتمنى منكم ديروا اللايك إن شاء الله. إذا نخليكم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.